السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعدما صنع النجم الجزائري رياض محرز الحادثة بعد طلبه من الناخب الوطني جمال بلماضي بإعفائه من تربص المنتخب القادم، خرج الإعلامي بقنوات بن سبور محمد الوضاحي بتصريحات قصف فيها النجم الجزائري رياض محرز. وجاء في تصريحات محمد الوضاحي ما يلي: الإعلام كبير عليك يا وليدي، وشرط القيادة لها رجالها ومسؤوليتها. الخوف كل الخوف من تآكل بناء المجموعة المهلهلة أصلا، وحدوث انقسام بسبب المعاملة التفضيلية لهذا اللاعب الذي وعد بعد الإقصاء من المونديال بالعمل على وضع الجزائر في مكانها المستحق عاليا. هيك مش عالية. كانت هذه تغريدة الإعلامي محمد الوضاحي بعد الجدل الكبير الذي دار حول رياض محرز. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.